مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وألف صحة جيدة. موعدنا اليوم مع أخت تركات، موضوعنا شيق اليوم، كتير ناس بتسألني عنه. عادة أنا لما بنسأل هالسؤال بوجهكم مباشرة إلى أن تشتروا شيء اسمه تقرير المس والسحر، فموضوعنا اليوم يتعلق بهل علي سحر؟ أوكي؟ هيدا السؤال فيكم تسألوه في حالتين، الحالة الأولى إذا عم تفتشوا لتعرفوا إذا عليكم سحر، ما هي عوارض السحر؟ القلق، الخوف، قلة النوم، وقف الحال. أنا دايما بسمع بدينتي إنه أنت لستي أو أنت لست على المستوى المطلوب، مين بدو ياخدك، مين بدو يهتم فيك، مين بدو يوصفك، مين بدو يشغلك، مين بدو يجيك مصاري، ما حدا بيحبك، وإلى آخره. ممكن السحر يكون أكثر من سحر، وفيما بعد تتحول قوة السحر إلى مس، وبصير مس ساكن بالإنسان، ممكن يكون شيطاني أو غير شيطاني. في العلاجات اللي بتبعها مع عملائي في حال التنظيف، طبعاً أشياء كتيرة بتحدث، ممكن اللي عم ينظف يتعرض إلى هجوم على بيته أو على نفسه، لأنه الأشخاص اللي بيعملوا هالشي لما بيعملوه بيقولبوه بطريقة تناسب الشخص اللي رايح لعنده، ويتحول هذا العمل إلى يسيطر على الشخص اللي ساكنه، إن كان سحر أو تحول إلى مس، بده يقوم بعمله، بده يقوم بوجباته. فلما بتاخدوا منه وجباته تشعروا بالقلق بالخوف، بدكم تروحوه، وبده يروح العالم اللي إجا منه كم مرتاح. هون ممكن له سنة، ممكن له اثنين، ممكن له عشرة، ممكن له 40 سنة، 50 سنة، حسب من أيمتى ابتدأ مع هذا الشخص. هذه الأحداث اللي كتيرة في تلاقوا بمكتبة مية الأعشاب والحياة تفاصيل عنها. أشخاص اللي لا تؤمن بهذا الشيء، أنا مني موجودة بهالحلقة لخليكم تؤمنوا أو لا تؤمنوا، على الحالتين it's okay. الأشخاص اللي بتحب هالنوع عندها فضول ممكن تحضر الحلقات، والأشخاص اللي بتعرف إنه هي تعرضت لسايكيك أتاك أو سحر أو مس، هي رح هذا الكلام رح يلمس شي بقلبها، لأن هي عارفة إنه هي بهذا الوضع، إن كنتم رجال أو نساء. فشو ما كان الوضع، السؤال اليوم على 5 اختيارات فقط. الورق قرر إنه بس بده يعطيني 5 مجالات، والسؤال هو هل علي سحر؟ رح أحكي بالمس فقط، بالسحر. الحلقة الجاية الأسبوع القادم منشوف إذا علي مس، بس هيدي الحلقة اليوم، هل أنا مسحورة أو هل أنا مسحور أو هل علي سحر؟ أوكي؟ الاختيار حيكون بهدوء، تركوا إيدكم هي اللي تختار، وقفوا الفيديو، طلعوا على كل الأرقام أو الأحجار واختاروا اللي بدكم إياه ورجعوا. أشخاص اللي بصير عندهم قلق بليز يحضروا حلقة القلق، نزلت اليوم على 100 الأعشاب والحياة، فضل إنه ما يختاروا، لأنه حيبعتوا لي بليز حطي على الأحرف، وبليز أنا ما بعرف أختار، وعندهم قلق أوريدي فما رح يمشي الحال، وبجوز يختاروا الصح ما يعجبهم، بجوز يختاروا الخطأ ما يعجبهم. فاللي عنده مشكلة بالاختيار ما يختار، أما اللي ما عنده مشكلة بيقدر يختار، واللي بيحب يختار لعائلته، لأفراد أسرته، عفوا لأشخاص تانيين بيعرفون، ممكن أيضا ممكن يرجع يشوف إذا عليه سحر أو أكثر من سحر، حسب شو بتخبرنا البطاقات. خلينا نشوف الأحجار الكريمة والموضوع تبعنا. شكرا كتير لكم، ما تنسوا تعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. سو مثل ما قلت لكم الاختيارات طلعت 5. أوكي، عندي الجاسبر المرقط، حجر القمر وايت مون، عندي سانستون، الأماثيست أو الأماثيست، وحجر القمر الزهري. خلينا نشوف دي زيبرا ستون. أوكي، أول مجموعة، وهل علي سحر؟ نعم، الجواب نعم، وهذا السحر نعمل من فترة طويلة. أوكي،
والأشخاص اللي عملوه جايز عملوه بوقت من الأوقات أنتوا كنتوا أصغر عمراً، أو نعمل للبيت وأنتوا ما أكلتوا منه أو أصبتوا بالبعض منه، أو العائلة تبعكم هي بتتعاطى بهالأمور وأحد من أفراد العائلة هو اللي جابه أو عمله أو ما إلى آخره. ونعم لا يزال هذا السحر موجود. أنتوا بتعرفوا أنا ما بقرأ كتير، بوصل للنقطة وبنهي، فما بفوت بحكي كتير. في ناس تحب تحكي كتير، أنا بس بوصل ستريت على البوينت يعني. فالجواب نعم لا يزال موجود من أنتوا صغار. ممكن أيضا العائلة اللي معكم في البيت هي تعرضت له، أوكي، وعلى الأغلب من نوع من الغيرة. جايز أيضا الأهل هن نفسهم عملوا كنوع من السيطرة أو الحماية للبيت، وانقلب الموضوع على باقي الأشخاص. سو هاي المجموعة الأولى، الجواب نعم. خلينا نشوف حجر القمر وهل علي سحر هو أو هي، مش مهم. الجواب أيضا نعم، وهذا السحر صراحة خطير لأنه عم يسبب أمراض كتيرة، وجع بالظهر، وجع بالرأس، أوجاع بمنطقة الصدر، التنفس، نواحي القلب. ممكن أيضا عم بيسبب وجع بالفكر، مشاكل كتيرة في الأقدام، في السواعد، بالرأس، وأحيانا بنحس حالنا مشلولين الحركة أو ما قادرين نطلع من البيت. ويمكن البعض منكم راح عند حدا وحاول يفك أو فك، أو قالوا له إنه فك. جايز شال بعض الآثار، ولكن آثار كتيرة لا تزال موجودة معكم. وحتى بقدر لكم إنه السحر موجود وبشكل قوي، وأحيانا بيجيكم آلام أو مغص في المعدة أو في الأمعاء، أو بتحسوا ب ما بعرف مثل شيء بالمعدة، أو تقرحات أو جراثيم حتى ببين يعني، أو رائحة غير جيدة. فالجواب هون نعم للأسف. المجموعة الثالثة اللي هي ذا سانستون، هذه المجموعة نعم عمل للسحر، بس اللي عمل السحر ما كان كتير شاطر، فلا يزال في بعض الآثار. أحيانا بتحسوا حالكم كتير منيح، أحيانا بتحسوا حالكم كتير تعبانين. هذا بيعتمد على إحساسكم. بس ما كانوا شاطرين، يمكن أخذوا المصاري وما عرفوا يعملوا بطريقة جيدة. أحيانا بتتخطوا هالأمور، بصير عندكم تفاؤل. لا يزال بعض الآثار موجودة منها كتير قوية. في عندكم علمية الأعشاب، الغسل الروحاني موجود، حاولوا تستعملوه. وفي عندكم أشياء كتيرة، علاجات الطاقة، ممكن تقدروا تتخلصوا من البقايا. علاجات الطاقة المجانية موجودة على مية الأعشاب والحياة. وفي عندكم ترجيع السحر إلى الساحر، فهو مش للساحر بيرجع للشخص اللي عمل السحر. فشوفوا إن شاء الله شي نهار بنعمل شموع خاصة بالنسبة لهذا الموضوع، بس تأثيره عليكم أقل ولكنه موجود. أوكي، فالجواب نعم. الحجر الأمثيست ومجموعة هل علي سحر؟ أعتقد هذا السحر كان انعمل إما انخطبتوا أو انطلبتوا أو حبيتوا حدا، أو حدا حبكن ما قدر يوصل لإلكن، أو صار في غيرة من مدرسة أو نجاح أو شيء بحياتكن، أو أخذتوا شيء من حدا، يعني حدا كان بحب شخص وأنتوا تزوجتوا أو ما إلى ذلك. أو ممكن أنتوا تكونوا تسليتوا بنوع من أنواع السحر أو العمل للجمال أو للتجميل أو للمحبة وما نجح معكم، فلا يزال عليه تأثيرات. فنعم موجود، أيضا ضعيف بس لا يزال موجود. أيضا تابعوا مية الأعشاب والحياة من الغسول الروحانية، عاجوا بالطاقة وحاولوا أنه تتخلصوا منه. بس أحيانا كتيرة بتحسوا كأنكم مراقبين،
وهذا المراقب أو هذا الرقيب هو داخل يعني معكم من جراء هذا النوع من السحر، أو بتتعرضوا لأوجاع بالجلد أو مشاكل بالبشرة، جايز لأنه بيأثر على الجمال، كأنه حدا عاملكم يا انتفاخ بالمعدة، مشاكل بالبشرة، قلق، تدخين. هذا السحر معمول للجمال، للشباب، للأذى، أذى الشباب، أذى الجمال، أذى المنظر الجميل، المظهر الجميل. حسوا حالكم مهملين، ما لكم أخلاق، جايز ممكن يكون عاشق قديم أو عاشقة قديمة، أو حدا معكم أوريدي ما حابب حدا تاني يشوفكم بعين جميلة، فانتبهوا. والحجر الأخير اللي هو البينك مونستون، ما هو وضع هالمجموعة؟ هل عليها السحر؟ الجواب أيضا نعم. أوكي نعم، قديم قديم هيدا السحر، أو سكنتوا ببيت قديم وتعرضتوا للبعض منه، أو ناديتوا روح قديمة، أو أنتوا تسليتوا بشيء، أو حدا أعطاكم شيء لداخل البيت للتأثير على داخل البيت. غالبا هون جاي من البيت، يمكن في بورتل بالبيت، في باب إلى العالم الآخر، في أشياء اجت من البيت، في أشياء اجت من برا. فهون نعم، وسحر دارك يعني أسود مؤذي، هني كلهم أسحار مؤذية، بس في جزء أكتر من جزء. فنعم نعم، مؤذي للصحة، مؤذي للرئة، مؤذي لتساقط الشعر، مؤذي أيضا للأقدام، للأرجل، ومستمر. في حدا لا يزال عم يشتغل عليه، عم بيطعمي لهذا النوع من السحر مستمر. أوكي، إما اندفع فيه غالي لحتى يضل مستمر وباقي ويتحول إلى شيء آخر، أو لا يزالوا عم يشتغلوا عليه. هيدي المجموعة. اللي بيسأل ليش بصير هيك، ليش الناس بتعمل هيك، بيقولون أنه بالقرن الأخير الناس صارت تروح للشر، لم يعد الجيد كافي في الحياة، الناس بدها الانتقام، بدها حقها. فإذا ظلمتوا حدا، تعبتوا حدا، أذيتوا حدا، هناك حق في السماء وحق في الأرض. فحاولوا تكونوا الكلمة الحلوة هي دائما الجيدة، المحبة هي الجيدة، الإنسان خلق لحتى يحب وينحب. شكرا كتير لكم، اكتبوا لي بالتعليقات شو صار معكم. ميرسي كتير، تصبحوا على ألف خير، باي.